بالسؤال الثاني بربط التوالي. دائرة تيار متناوب تحتوي متناوب، من قال لي متناوب يعني فصل ثالث، تحتوي مقاومة ومتسعة ومحث ثلاثة R L C R وبعد و L وبعد و C ثلاثة. هاي في دلنك حتى تعرف الرسم، مربوطة مع بعضها على التوالي. شنو ربطك؟ توالي، مربوطات على التوالي. زين بعد، زين ربطت مع فرق جهد، فرق الجهد على في توتال يساوي شقد؟ 200 فولت. زين وكانت الاكس سي تساوي، الاكس سي تساوي 90 اوم. بعد والار المقاومه تساوي 40 اوم. بعد والاكس ال تساوي 120 اوم. احسب، احسب يعني هاي بعد شنو المطالب؟ احسب اولا الممانعه الكليه، اولا شيل من عندك الزد، الزد زين. بعد ثانيا التيار، اثنين يرد من عندك التيار الاي زين. بعد ثالثا زاوية فرق الطور مع رسم المخطط الطوري للممانعة، وما خصائصها شوية دسم هذا المطلب، خلينا شوية شوية. أولا يريد من عندك زاوية فرق الطور، زاوية فرق الطور يطلع تطلع من التان، زاوية فرق الطور من تطلع من التان زائد. شيل بعد رسم المخطط الطوري للممانعة، رسم ممانعة، رسم شنو؟ ممانعة. زين زائد وما خصائص هذه الدائرة، وما خصائص هذه الدائرة زائد خصائص، يريد الخصائص من عندك. زين بعد أربعة عامل القدرة، أربعة شيل من عندك عامل القدرة يعني الباور فاكتور، يعني هو نفس الكوساين الفاي. زين بعد خمسة القدرة المستهلكة أو يسميها الحقيقية، مرات يقول لك بس مستهلكة أو حقيقية، هي من اللي جاي تستهلك بالمقاومة؟ حقيقية، مو صح ولا لا؟ القدرة المستهلكة يعني البي ريال. زين بعد ستة القدرة الظاهرية والمجهزة بي أبلايد. ها هي معلومات السؤال مالتنا، خلصنا من عندنا، والمطالب أيضا نقلناها خلصنا من عندنا. هسه نبدي نبلش بالمخطط. يا مخطط استخدم، هو ايش ناطيك؟ ناطيك مقاومه وياي مقاومه ومحث ومتسعه، كل الموجودات صح لو لا؟ مقاومه ومحث وشنو؟ متسعه. يعني يا مخطط المخطط العام الكلي فرعون، مخطط العام راح نرسم وياي هذا اكس ال، هذا اكس سي زين، هذا R، هذا Z، هذا الفاي الفوق ناقص الجوة XL ناقص XC والتيار ثابت. كم قانون نستخرج من المخطط؟ ثلاثة. فيثاغورس يقول الوتر تربيع يساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع، XL ناقص XC كله تربيع. زين بعد نستخرج تان الفاي زاوية فرق الطور اللي هو شنو؟ المقابل على المجاور، XL ناقص XC على R، المقابل على المجاور. بعد شو نستخرج كوسان الفاي اللي هو من هو؟ المجاور على الوتر، R على Z. هذني قوانين استخرجناها من المخطط. هسه أنا عندي قدامي شنو؟ 10 ملاحظات، 5 ملاحظات وخمس تنبيهات، والمخطط قدامك، أي سؤال تقدر تحله. واضح؟ ما يعصى عليك اي سؤال. نبلش اول شغله، شنو عندك الحل مالتك؟ شنو اول شغله عندك؟ توالي صح؟ شنو الربط؟ توالي، يعني لازم نطلع مفتاح الحل اللي هو من هو؟ زد. واضح؟ مفتاح الحل بالتوالي هو من هو؟ زد. زد من ايش؟ كم قانون يطلع قلنا؟ ثلاثه. اثنين ما حافظين اللي هو فيثاغورس هذا، وبعد والكوساين. اثنين اللي موجود بهن زد بالمخطط، واضح؟ فيثاغورس والكوساين
فيثاغورس زد تربيع يساوي لنا ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي تربيع. بعد والكوساين ايضا محافظاني، الكوساين الفاي يساوي لنا ار على يمن على زد، وبس واحد حافظ من هو ام زد يساوي لنا في توتال على اي توتال. هسه ابدي اناقش القوانين مالتنا. انا شريط زد الار عندك عندك ار واكس ال واكس سي ثلاثه الموجودات صح لو لا؟ عندك ار وعندك اكس ال وعندك شنو؟ يعني راح يطلع من هذا القانون مباشره واضح؟ اذا الزد تربيع يساوي لنا ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي كل التربيع. عندك الار وعندك الاكس ال وعندك الاكس سي راح يطلع عندك الزد. هذا مفتاح الحل نستخرجه اذا طلبه واذا ما طلبه. زين خلصنا من الزد، نروح للمطالب. المطلب الاول شو يريد نعدي؟ هو الزد انا استخرجته. زين المطلب الثاني شو يريد نعدي؟ التيار. من يقول لي طلع التيار اقول له بس من هذا منو هذا؟ أوه. من التيار الملاحظه الثانيه مو صح ولا لا؟ الملاحظه الثانيه من هاي الملاحظه الاولى هاي الملاحظه الثانيه من يريد التيار؟ اقول له بس من هذا منو هذا؟ ام في توتال على اليمن على زد. واضح؟ الفي توتال موجود، الزد مفتاح حل، اصلا تبوع زد مفتاح حل مو صح ولا لا؟ هسه هاي المطلب الثاني، نجي المل للمطلب الثالث. شوي انتبه لي بالمطلب الثالث. يريد من عندك زاوية فرق الطور، زاوية فرق الطور تطلع من التان. التان انا ما حافظ قانونها قدامي، ليش دا احفظه؟ مو صح؟ تان الفاي يساوي لنا اكس ال ناقص اكس سي على ار، اكس ال واكس سي والار كله موجود. راح يطلع التان، من التان تطلع الفاي. هسه افهمك. زائد رسم الرسم. الرسم الرسم هذا الرسم بس شو اقول يم الرسم؟ ركز لي شويه. اقول له حسب الخصائص. يعني ليش قلت هاي الكلمه؟ لان تعرف المثلث لو فوق لو جوه صح؟ المثلث لو يكون فوق لو يكون جوه. زين فانا ما اعرف انا ايش رسمته، انا بس اطلع قوانين رسمته. زين ايش انا رسمته؟ دائما ارسمه فوق بس اطلع قوانين. فهنا أنا الرسم ما يطلب رسم هذا الرسم، بس المثلث لو فوق لو شنو؟ حسب منه الخصائص. اذا حفيه فوق، اذا سعويه جوا. بعش رايد من عندي، رايد من عندي خصائص. خصائص شلون طلع الخصائص؟ شلون طلع الخصائص؟ اذا كانت الاكس ال اكبر حفيه، اذا اكس سي اكبر سعوي. هذا المطلب ما راح تفهمه بالمسودة الا احلق لك. واضح؟ هسه من الحلق نفتهمه. أربعة يريد من عندك الباور فاكتور اللي هو كوساين الفاي. الحمد لله ان الكوساين ما حافظه صح؟ الكوساين قدامي موجود ار على اليمن على زد. الار نعطيك بالسؤال، زد مفتاح حل انتهى. ها جد تفتهم؟ جد تفتهمون؟ واضح؟ اذا شنو؟ ار عندك بالسؤال، زد شنو؟ مفتاح حل. هذا راح يطلع من هنا الباور فاكتور عامل القدره. خمسه سته يريد من عندك قدره حقيقيه بي ريال، ويريد من عندك قدره ظاهريه بي ابلايد. القدره الحقيقيه بتلف قوانين صديقي وصديق صديقي والدخيل. انا قلت لك راح استخدم دائما من هو؟ الدخيل عمود تحفظه. انت اي قانون تستخدم موجود المعلومات ما تستخدمه. واضح؟ يلا اي توتال في توتال كوسان الفاي، بس اي توتال في توتال البي ابلايد صح؟ هذا الاي توتال طلعته، الفي توتال ناطيك بالسؤال، الكوساين استخرجناه خلاص. اي توتال في توتال خلاص كل شيء موجود، بس دا اكتب قوانين. اذا هاي يا ملاحظه أولى، هذا يا ملاحظة ثانية، هذا يا تنبيه، تنبيه الأول صح؟ زين هذا اللي زاوية فرق الطور والتان، هذا اللي من هنا هياته قدامك من المخطط. لا ملاحظة ولا مخطط ولا تنبيه. هنا يا ملاحظة الخامسة صح؟ إذا طلب القدرة من عندك
هسه نبلش الحين. اكو عندكم سؤال على المسوده؟ لا هو بس بالثالثه. هسه بالثالثه سمعت تفتي ما راح افصل لك الثالثه. زين هذا المسوده مالتنا. الحل اولا نستخرج الزيت من هذا القانون. باوع اذا تريد الزيت لازم تشيل التربيع. شو تحط؟ جذر. زيت يساوي لنا تحت الجذر R تربيع زائد XL ناقص XC كل التربيع ويساوي لنا جذر R. شقد ال R؟ شقد 40 مو صح؟ تربيع يعني 40 في 40 الصفرين ينزلن وياي 4 في 4 16 زائد بعد XL XL ناطياك 120 ناقص XC XC ناطياك 90 كل التربيع ويساوي تحت الجذر 1600 زائد 120 ناقص 90 30 تربيع يعني 30 في 30 الصفرين ينزلن 3 في 3 تسعة. هسه ابدي اجمع. شلون تجمع؟ ركز وياي شلون تجمع. الاحاد تجمعها ويا الاحاد صفر. العشرات ويا العشرات صفر. المئات ويا المئات 15 5 باليد واحد 2. واضح؟ اكو شي يجمعون. هذا اقول لك مو شطار شي يجمعون. شو تسوي؟ يرتبك او يستعجل مو؟ شوف السؤال مثلا سهل يستعجل، شو يسوي؟ زائد 900 خطأ. حط الأحاد جوامن جوا العشرة، راح يطلع عندك خطأ، شوف راح يطلع 0 0 6 10 خطأ. مو صح ولا؟ فأنت من تريد تجمع الأحاد جوا الأحاد، والعشرات جوا العشرات، والمئات وهكذا، فدير بالك. أنا هنا أنا جاي هيك للوزارة من كل النواحي، على مود ماكو في الشيء أصعب عليك. ركز. بصورة بسيطة لا تحلل ولا كل شيء. جذر 25 5 جذر الصفرين نص الاصفارة 0 1 واضح؟ جذر 25 5 ايش قد عندك اصفارة؟ خذ نصها من ذي تطلعها من جوا الجذر. ايش قد عندك اصفارة؟ خذ نصها. اذا 50 شنو؟ 50 اوم. ما افتهمتها؟ ركز وياي. هاي جاية من 25 في 100 صح؟ 25 في 100 اذا جذر ال 25 5 جذر ال 100 10 ويساوي لنا 50. ما افتهمتها؟ تعالوا وياي. 2500 على 5 ابيها 25 بها 5 والصفرين ينزلن على 5 ابيها 1 والصفرين ينزلن على 10 بها 10 على 10 بها 1 من كل اثنين ناخذ 1 لان جذر تربيعي ف 5 في 10 50. شلون ما تريد وياك؟ هذا الزيت، هذا المطلب الأول الزيت. إذا نستخرج إذا طلبه وإذا ما طلبه هذا انتهينا من عنده. نجي للمنسة للآي توتال. الآي توتال هو الفي توتال على زيت. المطلب الثاني الآي توتال. المطلب الثاني هو من هو الآي توتال؟ هو من هو الفي توتال على اليمن على زيت ويساوي الفي توتال. ايش قد الفي توتال؟ 200 ناطيك بالسؤال. ايش قد الفي توتال؟ 200 على زد مفتاح حل استخرجنا 50. الصفر ويا الصفر يروح 20 على 5 4 شنو؟ امبير. هذا المطلب الثاني. نجي هسه للمطلب الثالث. انت مشكلتك هسه ويا المطلب الثالث صح لو لا؟ يلا خلنا فهمك بالتفصيل. المطلب الثالث نجي اول شغله نطلع زاويه فرق الطور. خلنا نجي على اول شغله بالمطلب الثالث. تان الفاي يساوي لنا اكس ال ناقص اكس سي على ار ويساوي لنا الاكس ال. ايش قلت؟ الاكس ال 120 ناقص الاكس سي. ايش قلت؟ الاكس سي 90 على R. R ايش قد؟ R 40. ايش راح تقول هسه؟ 120 ناقص 90 30 على 40. هذا يروح ويا هذا ويساوي لنا 3 على ايش قد؟ على 4. 3 على 4 زين.
ثلاثة على أربعة التباوع. أنت إيش طلعت؟ التان. أنت ما تريد التان، أنت تريد الزاوية بالتان. واضح؟ هو إيش رايد من عندك؟ رايد من عندك قال لك طلع التان الثيتل أو الزاوية تفرق الطور. أريد الزاوية. هو إيش رايد من عندك؟ الزاوية. تبيني شلون طلع الزاوية؟ طبعا هاي موجودة عندك بأستفت القيمة مالتان، بس أني راح أحفظها لك وياي أحسن، لأن مرات يجيب لك بدلالة الكوساين. إذا تلاحظ بنهاية الملزمة، نهاية الملزمة نعطيك أسئلة وزارية، تمام؟ نعطيك أسئلة وزارية، هاي الأسئلة وزارية، هاي الأسئلة وزارية. شوف هنا أنا نعطيك أستفد، شوف هنا أنا التان نعطيك. واضح؟ شو نعطيك هنا؟ التان وياي. هنا أنا أستفد، من أعطيك تان؟ هنا أنا أستفد، من أعطيك تان؟ هنا أنا أستفد، شو نعطيك هنا؟ نعطيك كوساين، من أعطيك تان؟ وياي؟ شو نعطيك؟ نعطيك كوساين، من أعطيك تان؟ وياي. فمرات موجودة، مرات ما موجودة. السؤال موجود لا لا موجود السؤال. واضح؟ بس يعطيك بدلالة الكوساين. فأنت شو تسوي؟ باوع. سهلة كلش. هي لو راح تطلع الزاوية مالتك لو 37 لو 53 لو 37 لو 53 كاتبها لك ملاحظة بالملزمة. زين؟ ملاحظة من السؤال السابق. زين باوع. تبيني تبيني إذا 3 على 4 37، إذا 4 على 3 53، إذا 3 على 4 37 وياي. باوع شلون تحفظها؟ باوع على البسط. البسط إذا صغير تختار الزاوية الصغيرة، إذا البسط كبير تختار الزاوية الكبيرة. واضح؟ فتشوف انت هنا منو عندك البسط شبيه صغير، إذا تختار الزاوية الصغيرة. من الزاوية الصغيرة؟ 37. ها هي زاوية فرق الطور. فهمت شلون تستخرجها؟ مو تقول لي شيء وتساوي 7 على السن نادر. تساوي 37. لا دير بالك. تقول لي الزاوية تساوي 7 وتحطها بطار أحسن. لأن إذا هيك سويتها تساوي 37، أنا راح أفتهم شنو؟ أنت مقسم 3 على 4 مطلعها 37 وماكو شغلة. صح لو لا؟ فأنت الزوايا مالتك لا راح تطلع. راح تطلع لو 3 على 4 لو 4 على 3. فإذا 3 يعني صغير يعني أخذ الزاوية الصغيرة 37، إذا 4 يعني كبير يعني أخذ الزاوية الكبيرة إيش قد؟ 53. إذا هاي خليها كملاحظة عندك، إذا 1 45 هاي شي زايدة ما راح تشوفها أنت، ولكن زايدة كل شيء يصير هاي دنيا. واضح؟ إذا 1 45 ثاني الواحد منه يا زاوية 45. بس افتهمت لهاي؟ افتهمتها؟ إذا 3 على 4 إذا الصغير فوق أختار الزاوية الصغيرة، إذا الكبير فوق أختار الزاوية الكبيرة. زين يلا هسه هذا خلصنا من عدة. افتهمتوها لو لا؟ لو أعيدها مفتهميها؟ زين هسه نروح للرسم. الرسم ننتظر الخصائص. عوف الرسم، روح للخصائص، طلع الخصائص بعدين نرجع على الرسم. خصائص شو اقول لك؟ اقول لك بما ان XL XC فان الخصائص شنو؟ باوع على XL ولا XC؟ ايش قد ال XL؟ 120. ايش قد ال XC؟ 90. من الاكبر؟ XL. بما انه XL اكبر من XC فان الخصائص حذفيه. هاي الخصائص. فهمتوها؟ هسه اجي عليها من على المخطط الرسم. زين هنا انا XL، هنا منو؟ XC، وهنا انا منو؟ R. زين المثلث راح يصير فوق لو جوه، شنو الخصائص؟ حذفيه اذا يم المحذف فوق. جر خط مستقيم من نقطة الأصل توصلها ويا من؟ ويا محور السينات. هاي هي زاوية فرق الطور، هذا هو الزد، هذا هو الـ XL ناقص XC، وهذا هو التيار، هذا هو انتهى المخطط.
مش مخطط، هو نفس التليق. أستاذ أصلاً أنت ما تقدر تحل بدون مخطط. شلون؟ أي عادي، هذا يتعوف. واضح؟ هذا نفس المخطط. هذا المخطط ترسمه بالوزاري. هسا عرفنا الرسم مالتنا، افتهمتوا النقطة الثالثة؟ اجعل يمين على النقطة الرابعة. يريد من عندك الباور فاكتر أربعة، يريد من عندك الباور فاكتر اللي هو كوساين الفاي اللي هو يساوي الار على زد. الار ناطياك 40، الزد 50، هذا يروح يا هذا ويساوي لنا 4 على 5. اذا الباور فاكتر يساوي لنا كوساين الفاي ويساوي لنا 4 على 5، او اذا تقسمها راح تطلع 0.8. ما بي وحدات، ليش؟ لان اوم على اوم تروح بدون وحدات. زين واحد شي يقول لي، يقول لي ها ونطلع زاويه. ليش تطلع زاويه؟ انت تطلع الزاويه مين؟ من التان. الكوساين هذا كله يسموه الباور فاكتر، واضح؟ الفوق قاعد يقول لي ليش ابن التان طلع الزاويه من الكوسان ما طلع؟ بابا ابن التان، التان هو طالب من عندك الزاويه. هو ايش طالب من عندك؟ هو طلب من عندك الزاويه فانا طلعتها من التان، واضح؟ هو طلب من عندك الزاويه فانا طلعتها مين؟ من التان. بينما هذا هو رايد من عندك الباور فاكتر، فالكوسان كله هو الباور فاكتر. هذا كل شيء يسموه، مو بس الزاويه يسموها باور فاكتر، كل شيء يسموه باور فاكتر. فهمتني؟ زين، 5 6 يريد من عندك البيريال اللي هو يساوي لنا اي توتال في توتال كوساين الفاي، ويساوي لنا الاي توتال 4، الفي توتال 200، كوساين الفاي لو تكتبها 4 على 5 لو تكتبها 0.8، هاي 0.8. ايش الاختصار؟ زين اكو بيهم يظلون داخلين. المهم هذا وهذا راح. شو بقى عندك؟ 4 في 20 في 8 عوف الصفر بالضبط. شو تقول؟ 4 في 2 8 في 8 64. 64 هذا من هو وات. شنو الوحدات مال بي ريال؟ وات. نجي هسه للبي ابلايد، القدرة الظاهرية. القدرة الظاهرية أو المجهزة تساوي لنا I total V total. ال I total 4، ال V total 200، ويساوي لنا شقد؟ 800 فولت أمبير أو أمبير فولت، ماكو مشكلة. فولت شنو؟ أمبير. ميز البي ريال وات، البي أبلايد فولت أمبير. هاي وحدة. أريد أوصيك على كم شغلة وخلاص الحل. باوع، لازم البي ابلايد تطلع اكبر من البي ريال، صح ولا لا؟ مو شو قلنا؟ شنو تعريف البي ابلايد؟ هي القدره المجهزه للدائره الكليه، هي القدره الكليه المجهزه للدائره. بينما بي ريال هي القدره المستهلكه بالمقاومه، فلازم الكليه تطلع اكبر من الجزء. هاي واحده. اثنين، هذا لازم يطلع اقل من الواحد. اذا طلع من عندك اكبر من الواحد خطا، واضح؟ لا يمكن ان يكون اكبر من واحد، هذا التعليل اللي اخذناه. فلذلك هاي حتى تتاكد من الحل مالتك. زين، واذا اتبعت هاي الخطه اصلا بعد انت ما عليك شيء ان شاء الله. زين، تحل السؤال بكل سهوله. اكو سؤال؟ اكو عندكم سؤال؟